النهارده عملنا مؤتمر في المنظمه اتحاد مصر والانسان تحت عنوان حصار الاقباط، اقباط مصر محاصرين، لون جديد للاضطهاد من الظلم من القهر، لون يحاصروا الكنائس يحاصروا الناس في بني سويف، محدش ينزل لا يروح متجره ولا مصنعه ولا صيدليته ولا عيادته ولا زراعته، وحصلوا الكنيسة ماري جيمس بحجة ايه بقى؟ ان بنت رانا المسلمة اختفت والكنيسة متهمة. تطلع بنت رانا من احدى المحافظات وتقول انا موجودة تبرئ الكنيسة. قبل كده حصلوا كنيسة كومومبو ماري جيمس برضو كومومبو على خلفية ان شيماء تم اختفاء في الكنيسة، وبعد اسبوع بعد من الحصار والقاء قنابل المولوتوف في الكنيسة ظهرت شيماء في شرم الشيخ وتقول ان انا مطلقة وفي خلاف بيني وبين اسرتي ومش اي مشكلة بالنسبة للكنيسة باسم هزم. دلوقتي لون الجديد لان ما اخطف الولاد اللي هم يعني اهلهم اغنياء الاقباط واطلب فدية 5 مليون و4 مليون و3 مليون، لإما إن أنا أحاصر الكنائس وأتهم إن أي واحدة مسلمة وأدعي إن في واحدة مسلمة اختفت. أنا بنقول للرئيس مرسي النهارده إن اللون الجديد والاضطهاد الجديد اللي ظهر في مصر بعد اعتديتوا على الكنائس وحرقتوا الكنائس ومنعتوا الأقباط من بناء الكنائس ومن ترميم الكنائس وبهدلتونا في الحياة السياسية وهمشتونا ومفيش تعيينات، بعد كده كمان تيجي تحاصرونا تموتونا في البيوت، لا يمكن نقبل هذا. واحنا وراك وراك هنفضحك وهنفضح النظام الفاشيستي. وانا عايز اقول كمان النهارده لطمه موجعه بالقلم كده اهو وصفعه قاسمه على وجه الرئاسه الفاشيستيه حينما صدر القضاء المصري النهارده حكما رائعا، حكما تاريخيا رائعا بإقالة النائب العام المعين من قبل مرسي طلعت إبراهيم وعودة المستشار الدكتور عميد محمود. وأقول لقد كنت أول من أرسلت برقية اليوم إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وهنئه وهنئ قضاء مصر العظيم الشامخ على تلك على ذلك الحكم التاريخي العظيم الذي يعيد الأمور إلى نصابها والذي يعلم مرسي درسا لا ينساه في احترام القانون واحترام الدستور.